نعم، يقول عندي مال في البنك وتأتيه أرباح، هل الزكاة تجب على المبلغ نفسه ولا حتى مع الأرباح هكذا؟ اي نعم، هذا يسمونه نماء المال أو نماء يعني الماشية، أحيانا يكون لها نماء أيضا. نماء الماشية يعني عندي غنم خلنا نقول 200 شات، 200 شات، يلا خلنا نشوف، يلا 200 شات كم فيها زكاة؟ ها 200 شات. زين متى تبدأ الزكاة بالشياه؟ لما تبلغ كم؟ 40، فيها شات واحدة إلى كم؟ 120. 121 فيها شاتان إلى كم؟ إلى 200. 201 فيها 3 شياه، واضح؟ 201 فيها 3 شياه، هذا عنده 200 شات، ويحول عليه الحول بعد 2 شهر. إذا كم زكاته؟ شاتان، صح ولا لا؟ 200 عنده. قبل ما يتم الحول ولدت 3 من الشياه، ولدت صاروا كم؟ لكن هذه الثلاثة متى ولدت؟ توها تتبع الأصل، تتبع الأصل لأنها إيش؟ نتاج الأصل، لأن نتاج الأصل. كذلك الأرباح، الأرباح تعتبر نتاج المال، فلا يشترط في الأرباح أن يدور عليها حول، ففي نفس حول الأصل تخرج زكاتها وزكاة الأرباح معها، لأن هذه نتاجها. دخل الوقت؟ دخل؟ يلا.